المجروح محاكمة العسكرية غير شرعية، غير دستورية. اللي بيحاكمك مين؟ اللي بيحاكمك ضابط أو لواء، ولما بتتحاكم بترجع تاني لمديرك الأعلى يقول لك لا الجزء ده مش عاجبني ومش متوافق معايا، لا ارجع حاكمه تاني عشان يعجب مزاجي. مفيش حاجة اسمها محاكمة عسكرية من غير انت ما تكون في رقابة عليك من كل مكان، وانت ما بتاخدش حقك اساسا، لا في مرتبات كويسة ولا في وسيلة مواصلات ولا في مستشفيات، بيستقطع منك حاجات كتيرة قوي انت ما تعرفش عنها حاجة. المعاملة الضابط عايز يخليك مش بالضابط بس، انا عايز اتكلم على القيادات. القيادة بتتكلم على ايه؟ كل ما هنالك يصدر اوامر من فوق وانت تقول حاضر ونعم. مفيش اي اتفاقيات دوليه لحقوق الانسان اللي هي بتعامل ان انت تعامل المواطن معامله كويسه ادميه زي ما هو يعاملك معامله كويسه وادميه. مش بنطلب حاجه، بنطلب تتعامل مع الناس معامله كويسه، مش اوامر وانت تنفذ وتقول حاضر ونعم. كل اللي احنا بنطالب بيه وكل اللي احنا عايزينه ان احنا ناخد حقنا زينا زي اي وزارة موجودة في الدنيا، موجودة في القاهرة، موجودة في اسكندرية، كلنا ايد واحدة بنطالب الناس تقف معانا. احنا من الشعب وللشعب، مش حد يبص لنا وينظر لنا نظرة مش كويسة. عايزين نبقى كلنا طيب. على قلب الرجل الواحد. قاعدين هنا من امبارح بايتين هنا وهنفضل قاعدين هنا لحد اول مطلب اقاله السيد وزير الداخليه والساده مساعدينه اللي هم من ايام حبيبي العدلي. تاني حاجه واهم حاجه، انا ما اجيش من البحيره ومن اسكندريه ومن الدقهليه ومن الغربيه ومن سوهاج ومن اسيوط ومن اسوان عشان اكشف في القاهره. أنا المفروض في حاجه اسمها شركه تامين تستلم التامين بتاع وزاره الداخليه، افراد وزاره الداخليه امين ودرجه اولى وعسكري مجند في كل محافظة، أروح أكشف أنا وولادي في أي مستشفى بكارنيه تبع شركة التأمين والمستشفى تحاسب بشركة التأمين. أنا ما جيش من كل محافظة عشان أكشف في القاهرة، ما جيش من أسوان عشان أكشف في القاهرة، ما جيش من أسيوط، من المنيا، من سوهاج. حرام إن أنا أجي من آخر الدنيا، ابني تعبان، أجي من البحيرة لحد هنا يكون مات مني، هيكون مات. واحد عنده اعوذ بالله عمليه اجيبه من هناك عشان يعمل عمليه هنا هيكون مات، عمليه زايده اي حاجه هيكون مات منه. ماشي، مش عاطينا اي فرصه. والطلبات هي الغاء ومحو الاحكام العسكريه، التدرج الوظيفي، اعاده هيكله الاجور والمرتبات داخل الوزاره، ونطالب بادراج جميع واردات الوزاره داخل وعاء واحد وتوسيعها على جميع سواسيه. ده اذا كانت ثوره 25 يناير فعلا حريه وعداله اجتماعيه. وشكرا. وبالنسبه للسيد الوزير نسالك الرحيل. امين محمد فريد لإدارة عامة لمرور القاهره. انا بس بطالب بحاجه واحده بس اللي هي العداله ما بيني وما بين زمايلي. حتى الوزاره مش قادره تعدل ما بيني وما بين زميلي. بلاش حتى الضابط بتاعي، لا انا بتخرج من معهد الامنه ببقى دفعه واحده انا وزمايلي بنفس المؤهل بنفس اللي احنا خدناه. بيروح امين زميلي عشان خاطر له خاله وزير الداخليه ولا خاله قريب من وزير الداخليه او له واسطه بيطلع يروح النقل للمواصلات بيبقى 3000 جنيه، وانا بروح الامن العام والمرور بشيل الدنيا كلها وباخد 500 جنيه. فاللي مالوش واسطه ما بيعيش في الوزاره دي. اللي له واسطه هو اللي بيعيش، اللي له واسطه ما بيشتغلش وبياخد فلوس، لكن اللي له واسطه طبعا اللي مالوش واسطه طبعا بيطلع عينيه في الشارع وبكل حاجه. خدت بالك؟ هو ده كل مطلبنا. وبعدين احنا كل اللي احنا عايزينه عايزين نحس ان احنا موظفين محترمين، ما تجبرناش على الرشوه والسرقه واللي كان بيحصل زمان، ما تجبرناش، ادينا حقنا بس، مش عايزين زياده عن حقنا، ما بنطالبش زياده عن حقنا. احنا ما بنطالبش زياده عن حقنا، احنا عايزين حقنا بس. سواء اللواء منصور العيسوي، سواء الجيش، سواء اي حد، احنا مش معترضين على حد، احنا عايزين حد يدينا حقنا بس، مش عايزين زياده عن حقنا. احنا مش عايزين زياده عن حقنا. انا ما اتحاكمش عسكريا والضابط بتاعي معلوش محاكمه عسكريه. ازاي وانا هيئه واحده؟ ازاي احنا هيئه الشرطه هيئه واحده ضابط بامين شرطه ولاقي الافراد بتحاكم والضباط بياخد يوم خاص؟ ازاي دي عداله اجتماعيه؟ فلو هي فاحنا بنسال السيد الوزير برضه، لو هي وزاره الضباط يفصلنا كلنا ونروح نشتغل في اراضينا وحاجتنا بعيد عن هنا، لكن لو هي وزاره افراد يدين حقنا. وشكرا، مش عايزين زياده عن كده.